قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس إسماعيل هنية إن الحركة تقترب من التوصل لاتفاق حول هدنة مع الاحتلال الإسرائيلي. وقال هنية في بيان مقتضب إن الحركة سلمت ردها للوسطاء ونحن نقترب من التوصل لاتفاق الهدنة. وكان القيادي في حماس عزة الرشق قال إن الحركة اقتربت بشكل أكبر من الإعلان عن اتفاق هدنة خلال الساعات المقبلة، معتبرا أن الاتفاق سيكون مقبولا للمقاومة.